طيب ازاي دلوقتي نقدر نشوف فيديوهات دكتور ماجدة على السايت بتاعتها اونلاين؟ اول حاجة بنفتح البراوزر، بنكتب الادرس بتاع السايت، ندوس انتر. السايت اسمها ماجدة امين دوت اي سي تيك دوت كوم. بكليك على البطن بتاع اللوجين. اول حاجة بعمل ساين اب او ريجستر، بكتب الستودنت فول نيم، بكتب الايميل. ايميل اكتبه مظبوط عشان ده الايميل اللي هيجي لي عليه الباسورد اللي اقدر بيها لوجين. الموبايل بتاعي، اسم المدرسة اللي انا فيها، وبسيلكت السبجكت اللي انا بدرسها، بيولوجي اس ولا اي 2 ولا اي ليفل. انا هختار اي ليفل وسبميت. يو ريجستر سكسسفولي تو لوجين ريكويست باسورد. اكليك تاني على اللوجين بتون. اعمل حاجه اسمها ريكويست باسورد، بكتب موبايلي اللي انا سجلت بيه نفسي، سبميت. الباسورد از كريتد اند سنت تو ايميل. يور باسورد از وان تايم باسورد. كل ما عاوز اعمل لوجين بريكويست نيو باسورد، هي او تي بي وان تايم باسورد بتكسباير بعد كده، اول ما بلوجين بيها مره واحده بتكسباير. اروح افتح الايميل، بيجي باسم دكتور ماجدة امين. يور باسورد از، بدبل كليك عليها، كنترول سي، بكوبي، برجع للسايت، بدوس على اللوجين بتون، بعمل ستودنت لوجين بالموبايل اللي انا سجلت بيه. بعمل كنترول في، ببيست الباسورد، سبميت. هنا انا سجلت اي ليفل، فهشوف فيديوهات الاي اس والاي 2. دي الاي 2 واللي فاتت دي كانت الاي اس. طبعا بسكرول فيهم، هما في حاجات كتير يمين وشمال، بكليك على اي واحد فيهم، بيفتح لي انذر ويندو وفيها الفيديو، بدوس بلاي. ممكن اليف كومنت، اسال سؤال. اعمله سبميت. كومنت سكسسفولي سبميتد، وبتبقى ظاهره قدام الناس كلها في الريسنت كومنتس، يعني اي واحد هيخش هيشوفها. ودكتور ماجده بتقدر ترد على الكومنت دهيت بالايميل من خلال الويب سايت بتاعتها، ممكن تشوف الكومنتس كلها وترد عليها بالايميل. وبعدين بعد كده بتروح في الاولدر كومنتس، يعني ريسنت كومنتس بتاعت النهارده، بكره ان شاء الله هنلاقي دي ظهرت في الاولدر كومنتس وهكذا. وتبقى ظاهرة طبعا لكل الناس اللي بيخشوا يشوفوا هذا الفيديو. يعني ممكن بقى في تاني الشاشة دي كده، ممكن اشوف فول سكرين، شغل الفيديو على فول سكرين.